المطابخ. انتم البنات هاد السيد كنتقدم عنده كل عام الى طلعنا للشمال كيجيب غير الفريع. خديت عجانة من عنده تمام. صارت القهوة غزالة تبارك الله، كتعطي القهوة زوينة بحال شربناها. انتم الشكالات انتم شوفوا الجودة تبارك الله. قهيوة غزالين البنات، شتو كي داير البحر، شتو كي تيبان البحر، الناس مفجين تبارك الله،
صراحة الجو زوينين، الجو بزاف. شوف تيبان داك الجو. صافا بغيتش ندخل غير هنايا. انتم البنات شفتوا فين ساكنين؟ غزالين الطيور هنا فني، شفتوا تبارك الله الطيور غزالين. غادي نصور لكم الدار. انتم هكا داير الدار، هادكم صبنا هادوك الحويجات. هادي الروبو اللي شريناها دروكا بحرا خديناها. انت هذا بيت، هذه الطواليت والحمام البنات، عزكم الله. هذا بيت النعاس، عرفتي مبرد. الدار غزاله الصراحه، كانت مريحه بزاف ونقيه. هكا دايرة، هكا العمارة دايرة غزالة، فيها السكوات. هاتي نحطو الخبز بعد تقدينا. كما شتو كبيرة هاد العمارة، فيها شي 52 دار. شوفو لتحت البنات كي داير.
يا الكام، هذا الشر جبت الكوزينه. انتم شفتوا الكام البنات؟ السنسور هنا والدرج صافي، هذه هي الدار البنات. بارده مريحه، صبنتو ودرتهم في البالكون. صبنت الحويجات حطيتهم في البالكون، انتما شوفوا هذا المنظر. انت شتي البني ديالهم في شكل، شفتهم هنا ما عطاتهم ليناش في المكينة الصراحة. حتى لهنا البنات، كنتمناكم ديروا لي لايك وشكرا البنات.